شاهد مران الإسماعيلي مساء الخميس غياب محمد فوزي حارس مرمى الفريق عن التدريبات، وذلك بسبب تعرضه للإصابة بكدمة في اليد. ويعد فوزي هو الحارس الأساسي للدراويش في هذا الموسم، وذلك بعدما شارك في 16 مباراة من بينهم لقاء وحيد في كأس مصر. وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء الخميس بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة في إطار استعداداته لملاقاة غزل المحلة يوم 28 يونيو الجاري على ملعب غزل المحلة في الجولة 23 من الدوري الممتاز. كما شاهد المران عودة محمد بيومي للمشاركة في التدريبات الجماعية، في حين واصل الثلاثي محمد بن خماسة وعماد حمدي وحسن ياسين برنامجهم التأهيلي الأخير قبل الانتظام في التمرينات. وعلى جانب آخر يبدأ الجهاز الفني الإسماعيلي تحت قيادة حمزة الجمل المدير الفني للفريق في دراسة ومتابعة التسجيلات لفريق غزل المحلة، وذلك قبل المباراة المرتقبة بينهما. وحرص يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي على حضور المران لمتابعة متطلبات الجهاز الفني والفريق. ويذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة. والعب البرازيلي على الإسماعيلي.